تعليم كبار، اي وفرحانه اليوم باش نكون حاضره معاكم تحت شعار معلم تعليم كبار وافتخر. ما شاء الله، وارفع الراس عاليا. بالحق خاطر قبل كي نبداو نمشيو في الشارع يعرضنا بلي ما دام خدمتش قولها انا راني والله ما زلت نبحث من بعد، قولها راني انا قريت في تعليم كبار على خاطر انا عملت قبل نيابات، معناها كيما نقولوا قريت الابتدائي والثانوي تو فرحانه اني انا نقري في تعليم كبار. والله كلام مزيان برشا برشا، ونحب الروح العاليه هذه، ونحب الثقه في النفس، ونحب الثبات، هذا مزيان برشا. مدام عزيزه، انا المركز نتاعي في حوم سيدي سعد، نقري 15 دارسه وعندي ولا 14 انا كيفاش انا العدد. عندي فئات الكل، عندي فروقات اجتماعيه ثقافيه بركلة. معناها بركلة. كل شيء بركلة. معناها فروقات فرديه كما نقول في كل شيء. عندي نمشي زادا، عندي هنا متحصل على معناها عامله دي فورماسيون في البنتور وفي بحكم البلايمات نتاع البطاله نتاعي. معناها تتكون قداش عندك من دارس؟ عندي تو مبدئين 14 14 ندير 14 ندير يعني مواظبين على الحضور ويقراوا مرجلين. نقول لك مواظبين، مش كل الكل ما يجيوش، الكل مع بعضهم ثم على خاطر عندهم عندهم التزامات اجتماعيه ديالهم وكذا. احنا تو حبيت اول حاجه ساعه باش ما ننساش تكون هذه فرصه للاعلام، وباش ديما يستدعونا باش نعملوا احنا اول فرصه هذه. ما نحبش نحكي على روحي، هم يسمعوا فينا دارسه تحكي على روحها باش نكونوا نستقطبوا. راهو كي تقول تعليم كبار وما تحشمش ايجا اقرا تقرا وراك باش ثم باش تتخلص من الاميه. مش كان الاميه، ثم اميه رقميه، ثم اميه وظيفيه اللي احنا نخدموا عليها في اكثر حاجه. وثم باش راهو ثم اهداف حضاريه كبيره قاعدين نقريو فيها ابار الابجده. ونحب نشجعهم باش يجيو يقراو. احنا توا راهو مشكورين زاد المسؤولين نتاعنا، ونحب نذكرهم زاد سي محمد المرزوقي، سي عبد الوهاب. سي عبد الوهاب زاد تحية ليه. سي عبد الوهاب هو ديما نرجعوا له، سي عبد الوهاب هذيك كيفاش، سي محمد ديما يشجعنا، ديما نعملوا اجتماعات. باخر مره والله شجعنا باش نعملوا دي فورماسيون لبنات. انت قلت في مركز سيدي سعد، حوم سيدي سعد، مدام عزيزه يعطيك الصحه، نعملوا دي فورماسيون. تلميذتك دليله، سامحني جيت نحب نزيد نشكر زميلاتي على خاطرهم قاعدين يسعوا باش تليفون. خلينا نمشي لدليله. دليله عسلامه. مدام دليله لحظه بقى. عسلامه مرحبا. شو احوالك؟ الحمد لله لاباس عليك. الحمد لله. انت تقري عند مدام عزيزه؟ اي سافا ماشي الامور الحمد لله. تعلمت القرايه وتعلمت القرايه وتعلمت صنعه شنو الصنعه اللي تعلمتها؟ علمتني عن الفخار، علمتني نعمل سيكان بقماش الشكارة حشاك. يعطيك الصحة. رسكلو الحاجات اللي نطيشوهم هذوك. اي نعم. وعملنا لي تابلو بسيطة. قل لي دليلة. نعم. معناها وليت تسترزق من الحرفة هذه. مبدئيا بديت بشوية. بديت بشوية بشوية. خاطر عاوني سي محمد. فين تعرض السلعة نتاعك؟ اللي باش يحب يشري من عندك فين يجي؟ في داري مازالتك بديت أنا، مازالتك عطوني مساعدة جماعة وزارة المرأة مدام أنيسة. ليش كنت بيعمل حاليا؟ مع شكون بديت؟ مع جيرانا؟ بنت خالي باعت لي في الليسي، عندي جارتي خذت من عندي اللي يعرفوني معناتها يراو. فماش يعني زيد ذكرني اش تصنع؟ خلي المستمعين يركزوا معنا. نعمل فانتير على الفيشكيت تاع الزهر بالله، ونعمل الفخار نزينوا الفخار، ونعملوا القفاف بالحلفة هذوك وبالقماش شكارة. فهمتني؟ والراسكلو الحاجات اللي مش نطيشوها مثلا. هاو يسمع فينا سي محمد المرزوقي المناسب الجهوي للبرنامج. ماذا بينا يكون عندكم فضاء ثم، ونقترح عليك ما نقول لكم، ثم دار جدودنا، دار جدودنا في سيدي عبيد الغرياني هذه مخصصة للحرفيات. اتصلوا بدار جدودنا، اتصلوا بسي أنيس وتو نسق معاه باش يكون عندك كي نوجهه. تاعك الاخصائي النفساني هذيك؟ لا لا لا، في سيدي عبيد الغرياني. نهى سيدي عبيد الغرياني ثم دار جدودنا فيها معرض قار للحرف، للحرف التقليديه. وتو سي محمد يسمع فينا، ما يعمل لكم فضاء معين يعني جمعياتي باش اللي يتوجه باش يشري حاجه تحبش يعني بالنسبه للحرفاء تعطيهم رقم تليفون ولا حاجه. قولي تفضلي. رقمي 94 555 926. هذه حرفية من دارسي تعليم الكبار مركز حومة سيدي سعد مع الأستاذة عزيزة غرسلي. نشجعوك ونقول لك يعطيك الصحة يا مدام عزيزة، تبارك الله عليك. كيفاش أهلتهم للحياة إلى جانب علمتهم القراءة والكتابة والإعلامية، أهلتهم للحياة وصار ثم مصدر رزق مزيان. نمشيو لعفاف نيلي. عفاف عافية، شو أحوالك؟ صباح الخير، الحمد لله. لاباس عليك، نورتينا. يعيشك. ترى قدمي روحك وقدمي المركز نتاعك.
انا عفاف النايلي، انا متحصله على الاستاذيه في الانجليزيه. انا قاري في حومه، انا مدرسه متعاقده في برنامج تعليم الكبار، يعني بين ظفرين تعليم كبار، ما عادش تو اسمه تعليم كبار ولا تعلم مدى مش الحياه، مش تعلم مدى الحياه ان شاء الله رسميا. قاري في مركز سيدي السيوري. مركز سيدي السيوري فين المركز بالضبط؟ معناها في والله انا تابعه في، معناتها في روضه، معناها في روضه، معناها الدارسين فين يجوك اذا كان يحبوا يقراوا. نشكر بالمناسبه مدام ففاني الحمزاوي اللي هي مديرة الروضة، اللي هي معناها توا هي روضة خاصة، روضة خاصة، روضة خاصة، واحتضنت مركز تعليم الكبار. يعطيها الصحة ووفرت لنا معناها فضاء، تحية لها وشجعتني الحقيقة، ومعناها لقينا منها كان كل استقبال وترحيب به، وفي نفس الوقت معناها تشجعت باش في حومتي فميك. برافو عليك. نسالي جماعتي كلهم يعرفوني غادي، هاك اللي حبيتهم حبوني، والدليل اني معناها هما حبوا بحكم هما حبوني برشا على خاطرهم. انا سعيد عم ناول مشيت عملت تكوين في صنع الحلويات. قلت معناها الى جانب الابجدة، يعني قري قراءة، حساب، كتابة، تواصل اجتماعي، مشيت تكونت، وفي نفس الوقت نكون فيهم هما في الحلو، نعمل في الحاجات البسيطة. هاي معك صابرة زيري. هذه دارستي مثلا شحويلك سابق، لبس عليك دور الميكرو باش نسمعك مليح. نقول لك مرحبا بيك ونورتينا اليوم، تبارك الله. انت تقري عند مدام انت تقري عند مدام عفاف النايلي، قداش عندك تقرا؟ والله قريت المره الاولى وبطلت الحقيقه، وبعد زدت بحكم عندي صغيره رجعت الحقيقه. حاس صغار هما اللي تعلمت القراءه والكتابه والحساب. تعلمت القراءه والكتابه والحساب والله يفادوني معناتها في صغيرات. ومعاهم ومعاهم اقرب الميكرو شويه مدام، ومعاهم ماذوما تعلمت الحلو، صناعه المرطبات. اي تعلمت كيف معناتها الحلو وحويجات بسيطه فهمتني والكل. اي نعم الحقيقه انا الحق كنت معناتها فادوني حتى لصغيراتي، معناتها وليت نعمل لمجه صحيه في الدار للصغار فهمتي. شويه صابلي مثلا، مقروضك الاسمر، مقروض ابيض، حويجاتك هكا بصح. وليت تسترزق من اللي تعلمته؟ والله الحقيقه فادوني كان لصغيراتي للدار، بحكم انا الحقيقه مريضه والكل ديما معناتها عندي مرض مزمن وكل شيء معناتها الحقيقه، اما فادوني في صغيراتي برشا برشا حاجه مزيانه، فدوني في صغيراتي. ان شاء الله يتطور مشروعك باش يولي مصدر رزق ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله والله نشكر مدام عزيزه غرسالي. عفاف عفليتو عفاف النايلي، نقول لك برافو. مدام عزيزه نشكرها بيان سور. عزيزه وعفيف عزيزه وعفيف ربي يفرحك. تقول عزيزه تقول عفيف، ممتاز جدا. معنا ما نقولوا لي اصحاب برشا برشا، حتى وجهين عمله مع بعضنا ما يسالش، نعملوا انشطه مع بعضنا ديما، معناها نعملوا راهو مرات احتفالات في مثل مولد والا حاجه. ومعنا زاد الدرسات نتاعنا كلهم، زملائنا الكل الدرسات نتاعنا محليهم زاد كلهم. سيناو في المجلس حضرنا تصفيقة عزيزة وغالية على البرنامج الحلو وبرنامج التعليم الكبار. حبيت نقول برافو برافو برافو، تحية كبيرة كبيرة لمدرسي البرنامج الوطني لتعليم الكبار بالقيروان. كانت معنا الأستاذة عزيزة غرسالي من مركز حومة سيدي سعد، والأستاذة عفاف النايلي من مركز سيدي السيوري، والأستاذة إناس محفوظي من مركز مستشفى الأغالبة بالقيروان. وكانوا معنا دارسات رائعات تبارك الله عليهم، دخلوا الحياة من بابها الجميل من بابها الرائعة، الدارسة دليلة ذوادي، والدارسة صابرة الزيري، والدارس خميس المثنين اللي هو أكثر من 50 سنة تبارك الله رجع للمحفظة والستيلو والكراسة واللوحة والتبشير. برافو مستمعينا الكرام، فاصل غنائي ثم نعود. برافو عليكم.